كان في طبعا شويه مسكنا مباراه، شويه ما مسكوا مباراه قدروا يسجلوا. كانت مباراه حلوه طبعا، كنا نتمنى التوفيق فيها لكن ما حصلش نصيب، ولسه مباراه الدوري كتير. شايف التعادل النهارده هياثر على مباراه القمه؟ لا لا، ما فيش تاثير في اي حد. النادي الاهلي تعاقد مع شريف اكرامي، الموقف وصل لحد ان شاء الله. هو شريف اكرامي ان شاء الله على يناير يكون موجود معنا ان شاء الله. احمد عادل ومباراه القمه واعداده لمباراه زي دي ازاي؟ ان شاء الله. هو لعب مباريات كبيره قبل كده كتير للاسماعيلي وبتروجيت في السويس، وهتبقى مباراه زيهم ان شاء الله. ما فيش، لسه الدوري طويل وان شاء الله هنحاول نحافظ على الصداره وتوسيع النقاط ان شاء الله. وما فيش توفيق النهارده معظم اوقات الماتش، بس ان شاء الله مع كلام كابتن محاز حسام وتعليمات ان شاء الله هنحاول نحسن ان شاء الله، نحاول نحافظ على المركز الاول باذن الله. مباراه القمه وشايفها ازاي يا كابتن؟ ما فيش ان شاء الله، احنا يعني كل مباراه بمباراتها، واهم حاجه عندنا 3 بونت عشان نحافظ على القمه زي ما احنا، ان شاء الله التوفيق لنا باذن الله. التوفيق ان شاء الله باذن الله، يعني اتمنى ان شاء الله ربنا يعوضنا ماتش النهارده، وان شاء الله نكسب باذن الله ونفرح الجمهور باذن الله. نقدر نقول النهارده الف مبروك، تعادل مستحق مع النادي الاهلي والله.